انا واحد الانسانه اللي دغيا نبكي، مشي بالنيه، وكثير من الاوقات مشيت بالنيه وتطعنت، واخرها مره تزاد راجلي وتزاد وليدي. ولو انني وضعت شرط لراجلي انه قبل ما نقبل اني نتزوج به هو انني السلام عليكم معجبين والمتتبعين ديال مجله لاله العروسه. اليوم انا غادي نجاوبكم على جميع الاسئله اللي طرحتو، بغيتو تعرفوا الاجوبه ديالها من خلال موقع لاله العروسه اللي انا ايضا من المتتبعين ديالو. ونتمنى ان شاء الله ان الاجوبه اللي غنقول تكون كيف تنقولوا وصلاتكم المعلومه اللي نتوما باغين تشوفوها نظرا للظروف اللي كنمروا بها بعدا ديال كوفيد وظروف الاشتغال وظروف اللقاء اللي فرضته علينا. فكانت هذه هي الطريقه الوحيده باش نقدر انني نجاوبكم عليها. علاش غبرت؟ لانه تزوجت وعشت الامومه، فاكيد ان الزواج والامومه كيطلبوا واحد الوقت. والحياه الشخصيه لاي فنان هي مهمه. بالنسبه لي انا شخصيا هي الحياه كتسبق بزاف ديال الحوايج، واخا تكون الحياه العمليه، لان الحياه الشخصيه هي الاكيليبر بالنسبه لي انا شخصيا. دونك اختاريت انني نكمل حياتي الشخصيه هي الأولية، عاد نرجع لحياتي العملية. بزاف ديال الحوايج صراحة ما وليتي كتفكر الناس خرين جداد كيتزادوا عليك في حياتك، وانت شحال هادي كتفكر لوالديك بالدرجة الأولى عدا نفسك، وكتفكر لخوتك وليداتهم، تتقول هما أسرتي هما عائلتي هما كلشي. من بعد كيتزادوا عليك ناس اخرين. انا في حياتي تزاد راجلي وتزاد وليدي وزاد طموحي في الحياه من اجلهم. كيف نقولوا الصبر في الحياه ومصاعب الحياه، لان الحياه ماشي سهله، سواء عندك سواء ما عندكش، كل ودرجة الكفاح ودرجة المشاكل اللي كيعيشها. دونك جعلتني الحياة مور الزوجية أقوى، وكنصبر أكثر، وكنحبها أكيد أكثر مع وجود وليدي وراجلي. والديا كيف قلت لكم هما الأولين، تاج فوق راسي، الحمد لله والشكر لله. تجربة العيش في البرتغال، انا نقول لكم انا واحد الحاجه، انا انسانه كنبغي بلادي بزاف، كنبغي المغرب بزاف. دونك كان صعيب عليا انني انا نمشي، ولو انني وضعت شرط لراجلي انه قبل ما نقبل اني نتزوج به هو انني نعيش اكثر في المغرب اكثر من البرتغال. والحمد لله لقيت عنده هو نفس الفكره، اننا بجوجنا كنعيشوا نفس الطموح نفس الاحلام. يعني عندنا واحد 3 شهور في السنه اللي هي ضروري راجلي كيخصو مفروض يكون متواجد في البرتغال من اجل العمل ديالو والاعمال ديالو، فكنمشي معاه، كنعتبرها اجازه الصيف ديالي انا، ولو غيست ديال العام كنكونوا في المغرب مع احبابنا، نحتفلوا معاهم بالاعياد بالمناسبات، نعيشوا الجو المغربي الاصيل اللي ما بحالو حتى شي حاجه. ومستحيل مستحيل انه يكون شي بلاد مهما كانت درجة العيش الرغيد فيها تضاهي حبك وإحساسك بديك الطمأنينة في بلادك. دونك الحمد لله أن هذه النقطة هذه حنا متشتركين فيها. هذا سؤال كي تطرح لي بزاف، ولكن الحمد لله أنا كنت بعيدة على مواقع التواصل لعدة أسباب. يعني نقولوا حنا ما عمرتش بهم راسي منذ البداية، انني يكون عندي باج ديالي في الفيسبوك ولا في الانستغرام، ولا تكون اون تويتر، ولا يكون عندي مثلا قناة على اليوتيوب. ما كنتش كنفكر، لانه يمكن كانت اخر اهتماماتي ها. ولكن نظرا دابا لتبدل الامور، شنو اللي كنفرضها بشكل كبير، هو سبحان الله العظيم هو هذا الوباء هذا اللي خلى
من 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 المهم جدا ومن الضروري جدا اننا نبقى اون كونتاكت باياش عبر مواقع التواصل. تبدلوا بزاف ديال الافكار، والحمد لله هاد الخطوه اللي درتها انا القدام كانت الحمد لله بنتيجه اللي هي نتيجه ايجابيه، وقدرت الحمد لله. انا باقا جديده ولكن الحمد لله بزاف ديال المتتبعين ديالي قدروا يعرفوا المواقع التواصل الحقيقيه ديال دنيا بوتازوت، ماشي مواقع اللي كتستغل اسمها وكتدويب شخصيتها. فوالا. بالنسبه للاشاعات، انا يمكن انا من نوع من الفنانات اللي تعودت بشكل كبير على الاشاعات بحال هذه. ما يعني انا من مده وانا ما كنردش عليها، ولكن كاين بعض الاشاعات اللي ساءت لي وضرتني وكيتصلوا بيا صحفيين وكيتصلوا بيا ناس قرابي ليا باش ناكد او ننفيها. بزاف منهم ما كنعيرهمش اهتمام، ما كنديهاش فيهم، وتعودت عليهم لان كل فنان ضروري غادي تخرج عليه اشاعات، اشاعات بالقبيح واشاعات بالزوين. يعني ما كاينش غير 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 السلبي، كاين السلبي وكاين الايجابي في كل اشاعه. تعرفني تنقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، هكاك بعض المرات كتجيك شي اشاعه اللي كتكون هي في صالحك، وبعض المرات كتجيك اشاعات اللي هي كتضرك وتضر بالكارير ديالك. الا انه كيفاش نقول انا الاحتكاك بالناس والاقتراب منهم هو اللي يا اما كيعزز الاشاعه ولا كيدحضها. هذا هو الفرق ما بين انك ما بين اشاعه سلبيه واشاعه ايجابيه. وبالنسبه لدنيا كيف قلت لك، الاغلب ديال الاشاعات اللي خرجت عليا ما رديتش عليها، كانوا انه ما رديتش عليها. بالنسبه لي انا واحد الانسانه اللي دغيا نبكي، وكنعطي نيتي في الاول وكنصفي خاطري مع الناس. نقدر انا الناس ينعسوا عندي في داري في فراشي، يلبسوا حوايجي، نعطيهم من فلوسي، كنمشي بالنيه. وكثير من الاوقات مشيت بالنيه وتطعنت، واخرها مره في 2019 اللي هي كانت بالنسبه لي غنسميها طعنه العمر. طعنه العمر بما انها هي اللي خلاتني غيرت الراي في تعاملي تعاملي، انه ما بقيتش كان جو فريكونت با بوكو الناس، ما تنخليش تندخلش بزاف ديال الناس لداري الا اللي قرابن 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 بزاف. كنت كنبكي وكنعتبر بانه انا في داخل نفسي كنقول ما عنديش اعداء، ولكن انا بالنسبه للناس اخرين يمكن انا كنبان لهم عدو. سا سي سيغ، ماشي تنقولوا حنا تنقولوا تيقولوا لا يا ربي كيف انت كتشوف راسك ماشي كيف كيشوفوك الناس. ولكن انا كنامن بواحد الحاجه بانه كل واحد في الدنيا، وصدقوني وتنقول لكم انه ربي سبحانه وتعالى راه كيجازي الناس على قلوبهم، كيجازيهم على قلوبهم. وكيف كيف كيقول واحد المثل المغربي، صفي تشرب. لانه حنا الدنيا دايزه باش ما عطى الله سعدات اللي صفى هنا، اما لهيه حساب واحد اخر وحياه واحده اخرى وسعدات اللي قلبه بيض. اما اللي قلبه كحل فيكون متاكد انه لا تكحل على الناس، راه تكحل على وليداته في المستقبل. لان للاسف حنا ما تنخلصوش، حنا في اغلب الاحيان تيخلصوا ولادنا، وهذه هي الحاجه اللي ما نبغيها لتا شي واحد. كنشكركم بزاف بزاف.
كنقول لكم حتى انا كنبغيكم وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، على الدعم ديالكم، على الحب ديالكم. حتى انا كنبغيكم، اللي كيحبنا كنحبوه واللي تيكرهنا كنخليوه منه لله. وشكرا لكم بزاف، سنه سعيده عليكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم هو رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا يا ربي بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش تمنينا وباش تمنيتوا يا ربي، وارفع علينا سيدي ربي هذا الوباء، ونعيشوا ان شاء الله حياتنا طبيعيه كيف دائما احنا عهدنا بها. كنشكركم بزاف بزاف مجله لالا العروسه، اليك التحيه وانا من المتتبعين ديالك، وشكرا لكم مره اخرى. Thank you.